أخبار اليوم. إن شاء الله متوجهين لألمانيا. أهمية الوفد الشعبي إنه بيمثل كل أطياف المجتمع، فيه مثقفين، سياسيين، إعلاميين، فنانين، وبالتالي هذا الوفد بتركيبته بيعطي رسالة لألمانيا إنه الشعب المصري بكل أطيافه يلتف حول السلطة الحالية التي تمثل مشروعا وطنيا يعبر عن الشعب المصري. وأعتقد الاهتمام بالزيارة والسفر لألمانيا تحديدا، لأنه ألمانيا تأخذ أحيانا مواقف متباينة، تضع قدما هنا وقدما هناك، تضع قدما معنا وأحيانا تطالب بإدماج الإخوان في الحياة السياسية، وأحيانا تضغط على مصر في الملف الوهمي الذي يتم استخدامه دائما والمتعلق بحقوق الإنسان، مع أنهم في مواجهة الإرهاب ينتهكون حقوق الإنسان. ومع ذلك إحنا رايحين لألمانيا أولا لنساهم في توصيل رسالة مهمة جدا في أنه الشعب المصري يلتف حول قيادته، وأيضا الشخصيات العامة بوجودها أعتقد أنها تستطيع جمع كل الجاليات المصرية والعربية المؤيدة لثورتنا والمؤيدة لثورة 30/6. يعني أثق في أنه كل الجاليات المصرية الموجودة في أوروبا ستأتي إلى ألمانيا لدعم وتأييد الرئيس السيسي ولمواجهة وإحباط أي محاولات من جماعة الإخوان لتشويه الرئيس أو لإثارة القلق فيما يتعلق بهذه الرحلة المهمة. عشان كده إن شاء الله سننجح. أنا شايف الروح الودية من الجميع، بالإضافة إلى أنه إحنا بنعمل اتصالات بالأمس مع كل أعضاء الجاليات المصرية في أوروبا، عندهم عزيمة في أنه هذه الرحلة تحديدا تنجح ويظهر للجميع التحدي بأنه كلنا بنلتف حول المشروع الوطني وحول القيادة الوطنية التي يمثلها الرئيس السيسي.